الشرطين الباقين، الشرط الضروري بالنسبة على الحكومة، شرط الإدارة الأمريكية إلغاء تجريم التطبيع مع إسرائيل، هاي نقطة ثانية مهمة جوهرية. الشرط الثالث ورد حتى في أحاديث السفيرة والجنرال إلكتريك اللي إجا مديرها التنفيذي والتقى بالسيد السوداني، احتكار كل المشاريع الضخمة ابتداء من الطاقة الكهرباء والغاز وغيرها، وهي ظهرت الآن حتى في التصريح اليوم. طيب. يعني ماك جورد اليوم أو البارحة التقى بالسوداني وقال له، قال له احنا متهيئين أن نقوم بمشاريع ضخمة للغاز والكهرباء، احنا راح نعيد إعمار العراق. وهذا كذب، كذب مفضوح الآن. طيب. لأنه بعد 20 عام لم يفعلوا شيئا لمصلحة الشعب العراقي. خلي أشوف. نعم. أستاذ علي يعني ليش مو من بغداد مثلا؟ ما انا ما يحتاج الموضوع ان اروح لواشنطن وقول له عني يعني اداره